بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومحافظة وادي الدواسر من أعظم المحافظات في منطقة الرياض، وهي محافظة مهمة جدا، ولذلك اعتنى الإخوة بتحفيظ كتاب الله عز وجل وتربية الجيل على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. وإن مدرسة آسيا بنت مزاحم النسائية التابعة لجمعية بصيرة في وادي الدواسر من أعظم الجمعيات في تدريس الجيل لكتاب الله عز وجل. فنحن ننصح ونوصي إخواننا الذين يريدون أن يقدموا شيئا للآخرة بالمساهمة في بناء هذه الدار. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم، أن يسدد على الخير خطاهم. ولهذه الجمعية حساب موجود في مصرف الراجحي، موجود مع الإخوة، من يريد أن يتبرع يبينون له الحساب، وهذا الحساب له محاسب قانوني ومراقب، ولله الحمد، من جهة الدولة ومراقب من جهة الجميع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفقكم ويحب يا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.